محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على، اللهم صل على. قبل المجلس أعتذر للتأخير تأدبا، لابد أعتذر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين الغرباء. صلى الله وسلم عليك يا سيدنا ويا مولانا يا كريم أهل البيت، يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المظلوم المسموم. يا ليتنا، ثم يا ليتنا كنا لك الوقاء والفداء. يا غريب يا مظلوم يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا، من الضيم أن يغضي على الضيم سيد، من الضيم أن يغضي على الضيم سيد، نبته نمته أبات الضيم من آل هاشم هم شرعوا نظم الفوارس بالقنا، كما شرعوا بالبيض نثر الجماجم. إذا نازلوا احمر الثرى لنزالهم، وإن نزلوا اخضر الثرى بالمكارم. صراع إذا نودوا، خفاف إذا دعوا، ثقال إذا لاقوا، طوال المعاصم. وإذا غردت للبيض في البيض رنة، مشوا في ظلال البيض مشيا غمائم. فلهفي عليهم ما قضى حتف أنفه، فلهفي عليهم ما قضى حتف أنفه. كريم لهم إلا بسم وصارم. تجنت عليهم آل حرب تجرما، وحالت عليهم باحتباء الجرائم. نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة، في كربلا واحد واحد في المدينة، تفرقوا عنيك وصار الشمل تبديل.
واحد من جعد قضى واحد عن لجبعي قبر الحسن عندك واحد دفن عندك واحد عن لجبعي قبر الحسن عندك وقبر حسين وين حطوا يا زهر اليوم في دارك عزية بالدار ناصبها غريب الغاء وانتي يا زهرة بالصفا يا حم اختفية ليتش حضرتي يوم موتة تنظرين ليتش نظرت الحسن في صدر الحسين مسند له بصدره ويجري دمعة العين والكل منهم قابض الثاني بليده ويقول أمر قدر الباري علينا لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب وعلى ظالم آل بيت محمد وقتلتهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال سيدنا ومولانا وإمامنا وشفيع ذنوبنا صبط النبي الأول الحسن بن علي عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه آلاف التحية وأزكى السلام قال نحن حزب الله المفلحون وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله الأقربون وأهل بيته الطاهرون الطيبون وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولي الأمر مقرونة وقال عليه السلام أما بعد أيها الناس فإن الله قد هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول وأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وقال صلوات الله وسلامه عليه إن كنت وقال صلوات الله وسلامه عليه إن كنتم لنا إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا
فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها. وقال موصيا أخاه محمد بن الحنفية عند موته: كونوا أوعية العلم ومصابيح الدجى، علم الله أنكم خير خلقه فاصطفى منكم محمدا صلى الله عليه وآله، واختار محمد عليا، واختارني علي للإمامة، واخترت أنا الحسين، فاسمعوا له وأطيعوا. فقال محمد سمعا وطاعة. أربعة نصوص متفرقة، كل نص من هذه النصوص يعالج جانبا معين، وإن كانت في جملتها تتفق في المنطلق وتتفق في الغاية. المنطلق من الله عز وجل، حيث أنه جعل محمدا وآله جعلهم أساسا لهذا الدين وهداة للخلق، وأن نجاة الخلق وسعادة الخلق وفوز الناس إنما هو بالتمسك بمنهجهم والالتزام لطريقهم والسير والاقتفاء بسيرتهم، وأن الخروج على ذلك لم يبلغ الناس سعادة ولا نجاة. النص الأول الذي قال فيه: نحن حزب الله المفلحون وعترة رسوله المقربون أو أهل بيته المقربون، هذا النص كان أول نص للإمام الحسن عليه السلام بعد الصلح الذي حدث، وصار اجتماع في مسجد الكوفة حضره مؤيد أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم وهم يحملون غصة، واجتمع الأمويون وأحلافهم وهم يحملون فرحة، إذ أن الناس دائما وأبدا بحاضر أمرهم، غالبا الناس تعيش اللحظات الآنية، وسيما الناس الذين يحملون بساطة وقلة في المعرفة وإحاطة بالظروف، دائما انطلاقاتهم من خلال الظرف الذي يعيشه سواء كان لهم أم عليهم، وقليل من الناس أن يستطيع أن يتجاوز أو أن يستطيع أن يعرف أن هذه الغصة هي لنيل الفرصة. سئل الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن سئلوه قالوا له: سيدي ما العقل؟ قال: أن تنال الغصة أو أن تبقى بالغصة حتى تنال الفرصة. قد يتحمل الإنسان أحيانا بعض الظروف ويرتضيها، وإن كان هو يحب غيرها لكن يرتضيها باعتبار أن هذه الظروف ضرورية للوصول إلى ما بعدها مما يتطلع إليه الإنسان. حتى لاحظ حتى قيمة الدولة الإسلامية العظمى التي سيقيمها الإمام صاحب العصر والزمان: أنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ظلمت بعدما ملئت. المرحلة السابقة هي التي تعطي قيمة المرحلة، قيمة الإسلام والدين تبين في ماذا؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكنتم على شوف
شر دين وفي شر دار، مقيمون بين حيات ملساء وحيات صم، تقتاتون الطرق وتشربون الكدر وتشنون الغارات على بعضكم بعضا، الأصنام فيكم منصوبة والآثام معصوبة، حتى أنقذكم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأجواء من جهة أناس يعانون من الهزيمة، وطبعا هو تراجع بالعنوان العام، تراجع للدين، تراجع للرسالة في مسيرتها، تراجع للقيادة الحقة في خطواتها، ما بإشكال. يعني الأصل على أن تسير الأمور من علي للحسن ومن الحسن للحسين ومن الحسين لعلي بن الحسين ومن علي بن الحسين لمحمد بن علي لجعفر بن محمد لموسى بن، حتى تسير الدنيا. أما لو قلدوها أبا الحسن لسار بهم سيرا سجحا، هذا الواقع. لكن أحيانا تتعرج الظروف، يحقق النبي صلى الله عليه وآله نصرا مؤزرا بعدة قليلة من الأفراد في بدر، ويوم اجتمع لعدد كبير وهو أيضا في قعر داره في أحد يتلقى هزيمة نكرة، ظرف صعب ليس من السهولة أن يهضمه كل أحد، ليس من السهولة أن يهضمه. فإذا المرتكز الأول اللي يريد يقرر الإمام على أن التموجات والاختلالات هو داخل أو خارج، تبقى مكانة أهل البيت التي منحها الله إياها، لا يستطيع أحد أن يزعزعها. بوي الناس تشيل النياشين اللي تعطيها، النياشين اللي تعطيها الناس تشيلها، اليوم ينزلون رتبة عقوبة، اليوم يفنشون، اليوم يقول له روح، لكن تبقى مقامات الله لا يستطيع أحد أن ينزعه. النبي نبي كان في السجن أو خارج السجن، الإمام لهذا عبارة النبي بعيدة، إمامان إن قاما، لأن الإمامة ليست خيار بشري، كذلك المقام العلمي مو خيار بشري، أن العلم نور يقذفه الله، أنت مهما عملت يبقى الرمز رمز ويبقى العالم عالم ويبقى المكانة مكانة، بل أنت قد تزيد منها. إذن الإمام روحي له الفداء أراد أن يوضح للناس هذا الأمر، ترى التغالب على الدنيا والتكالب على الدنيا إلى درجة الاستهانة بالمقدسات والمقامات وابتزازها مقامها لن يغير شيئا، احنا نبقى نحن حزب الله، نبقى نحن الذين نمثل المقام الأعلى لله في هذه الحياة، والناس يبتلون بنا ونبتلي بهم. شوف أراد إذن في الكلمة الأولى أراد أن يوضح هذا الأمر على أن التموجات وعلى أن الابتزازات والاعتداءات والسرقات لن تغير، اسرق المقام بما شئت لكن ما يثبت لك، لا يبقى لأهله ولأصحابه. إذن من هنا في الكلمة الأولى نحن حزب الله المفلحون، وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله الأقربون وأهل بيته. شوف كلمة واحدة قالها الإمام زين العابدين غيرت المعادلة، ضاق يزيد بن معاوية ذرعا، ها قال أذن يا مؤذن، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، قال له بس أوقف شوي قليل، يزيد محمد هذا جدي أم جده؟ خط جدي، إن قلت جدك فقد كذبت وأثم. إذا تعترف بأنه جدي مو انتهى الضلال اللي وقعه الإعلام الكبير، اعطي اللي بتعطي بالإعلام، ها الإعلام الكبير تستقبلنا الناس أن نحن خوارج، فلما قتلت أهل بيته وعترته وجئت بنا سبايا،
صادر الإعلام، بس صادر، لأن الإعلام المزيف ما يستطيع أن يقف، ما يملك حقيقة، وما دام ما يملك حقيقة بالأخير يتمخر أمام أقل الضربات، ويوقفت أسيرة، فكد كيدك واسأ سعيك وناصر. فوالله إذا المرتكز الأول اللي أراد الإمام الحسن عليه السلام أن يؤكد، وبحاجة إحنا لتأكيد في كل المواقف، على أن التموجات والتغيرات ومهما يبقى المقام الإلهي مقاما إلهيا. ولهذا من الحماقة، شوف، من الحماقة وقلة الذوق وعدم العقل أن لا تحسب له حساب. احسب له حساب بدك، احسب له حساب، احسب له حساب دقيق جدا. أنت تستطيع أن تفعل، تستطيع أن تقتل، أن تسجن، بما تريد، لكن تبقى المقام الذي ينتصر له الله عز وجل، ينتصر له الله. إن تنصر الله ينصر، إن ينصركم الله فلا غالب. إذن يبقى هذا الجد، نحن حزب الله المفلحون وعترة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقربون وأهل بيته الطاهرون الطيبون. شو أحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله، خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أزيد، فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت مقرونة بطاعة الله وطاعة والرسول وأولي الأمر مقرونة. إذن هذا الخط، إذن كل التموجات ما تغير، بقى لابد للإمام أن يوضح لماذا صار الصلح، ولماذا صار، لاحظ، أن يتراجع الإمام. هل لماذا فرضت ظروف؟ لكن هالظروف، وهذا الفرق بين من يعيش للناس ومن يعيش لذاته، من يعطي للناس ومن لا يعطي إلا لذاته. لم نعطي لنا، لأن شهدت ماذا نعمل، كان أبونا أول فدائي للدين وأول مضح للدين، لكن أنتوا إلكم قيمة وإلكم منزلة وضرورة على أن نحميكم، فمرة نحميكم بالدفاع ومرة نحملكم بالسلم. ولهذا إجي يوضح هذا الأمر الضروري. أما أيها الناس فإن الله قد هداكم بأولنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، وحقن دماءكم، حقن دماء المسلمين، دماء المسلمين غالية، دماء المسلمين ثمينة ما تسفك. شوف حتى اليد، اليد هذه إصبع بسيط بكم دية ترجع، لاحظ. ولهذا ذاك لما يقول يد بمئة، شو هذه مئة، ليش تقطع بربع دينار؟ لأن في السرقة، قال لأن الفارق العزة والأمانة والخيانة. إذن الدافع الذي يدفع ليس المصلحة لنا، مو خوف، لا لا، خوف عليكم. ومن هنا أن يعيش القائد لشعب للناس، وهذه الأئمة الأنبياء يتحملون من أجل الناس، الأئمة يتحملون من أجل الناس، من أجل سلامة دين الناس. أفي ذلك سلامة منك يا رسول الله؟ أنا أبات بالفراش، لكن أفي سلام؟ قال بلى، وسلامة منك أيضا. ما سأل عن سلامة نفسه، لا لا، صح عمر، شوف صح، يعني في كل المواقف عمرو بن ود وقف يصيح، طلعوا يلا تعرفوني، خلي شوية، ها، قال أنا له يا رسول الله، أنا إيه؟ يعني تفكر عني علي ما يعرف شجاعة عمر بن يسمونه بن ود، ما يعرفه يعني؟ لا لا يعرفه، فرس، وأكو فارس ويحتمال، لكن يبقى الدين الله ثمين، الدين دين الله له ثمن كبير. إذن من هنا، أما بعد أيها الناس فإن الله قد هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة، سنة الحياة. أراد يشير إلى نقطة مهمة، سنة الحياة تتقلب،
قد تكون للباطل جولة، قد تكون له غلبة، وهذه الحياة. لكن لا يعني أن يصل المؤمنون إلى درجة اليأس والانحسار، لا. هنا المهم، هو يهزمك عندما تنهزم في نفسك، عندما تنهزم في نفسك. أما ما دمت أنت في دواخلك تمتلك، ولهذا الاستضعاف من الخارج ما يخالف، لكن لا يكون استضعاف نفسي. إلا من أكره وقلبه داخل. يبقى أنت ما دمت تحمل في دواخلك أنك على حق، وأنك إنما تعطي وتقبض للحق، إذن يبقى هنا الأمر ما يختلف أن تكون غلبة خارجية أو داخلية. النبي انتصر والنبي هزم، هزم في بعض، لكن تبقى هذه الحالة مهمة. أراد الإمام أن يثبتها في قلوب الناس، هي ضرورية أمامها الرجة وأمامها التراجع، أن تبقى النفوس في أعلى أوجها وقوة تمسكها بعقيدتها ودينها وقيادتها ومشروعها، لا تتخلى عنه. هذا هنا. وإلا إذا انهزم المشروع من الداخل، انهزمت نفسها، إذا على الدين، على الإسلام السلام. خلاص. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى هداكم بأولنا وحقن دماءكم، مرحلة تقتضي الحفاظ على النفوس، تقتضي الحفاظ على الشخصيات المهمة التي ستكون جسرا بين هذا الجيل والجيل الذي سيأتي. إذا تنحسر هنا يصير ضعف الجيل، لكن مو الكل يدرك هذا، قلته على أن كثير من الناس قد يكون أبناء لحظتهم، أبناء ظرفهم، لا ينظرون إلى ما بعد ذلك، لا ينظرون. وإلا بطل الأبطال أمير عليه السلام، ها، يدخل عليه في بيته وتضرب زوجته أمامه، يعني ستة ما تقدر نحللها ونهضمها بالتحليل البسيط، لكن سأسالم ما سلم الإسلام. قليل من يتحمل، قليل من يستطيع أن يصل. وحقن دماءكم بآخرنا، وأن لهذا الأمر مدة، والدنيا دول تقلب، والدنيا دول، وأن الله تعالى قال لنبيه قبلنا، قبلي وقبلكم وقبل هذا الوقت وقبل الحسن وقبل أمين، قال لها، قال ولعله وإن أدري لعله فتنة، ابتلاء. فعلا حبيبي، مرحلة الإمام الحسن محصت رجال، ورجال كبار ما استطاعوا أن يهضموها، شو ما استطاعوا، حتى يبلغ بأكثر الناس عقيدة ومعروف، يدخل على الإمام الحسن يقول له يا مذل المسلمين، أتسلم الأمر لهذا؟ وإذن موقفه هو أقوى من موقف الحسن، وإذن موقفه أغير من الإمام الحسن، وإذن لا لا لا، إنما عدم هضم المرحلة، ما يستطيع أن يهضم المرحلة، ما يستطيع أن يتعاطى معها، ما يستطيع، ما يستطيع أن يعرف أن هذه المرحلة ضرورية لأجل مرحلة أخرى. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. النص الثالث لي ولك وضروري، النص الثالث لي ولك وهو ضروري. دخل واحد على الإمام الصادق عليه السلام، قال له سيدي يعيرون بك، يقولون جعفري وجعفر، مثل رافضة، رافضة، ها، مشركة، تسمح في خطب وفي غير ذلك، وهذا ودول خونة ودول ذاك، وأمس مال خطيب يقول تعال بعد لا تعطوهم هذا، لازم الآن خلاص ما دام تبين أن النسبة أكبر، إذن بالتالي لابد دول يعاقبون، لابد ما يعطون وظائف، لابد لابد لابد، هذا يكون فعلا. لاحظ، قال يعيروننا بكم. لك شوف جواب الإمام، قال بلى يعيروكم بنا وقل منكم من يكون منا. هذا النص ضروري نقرأ، نحتشد
اليوم في شهادة الإمام الحسن عليه السلام. لابد لا نستغرق في أمور أخرى، خل نستغرق مع ما يخصنا مباشرة، مع من شاف واحد من أصحابه، من أصحاب الإمام، وهو يقول يعني إحنا منكم، إحنا كذا، ها إحنا شيعة. ماذا يعني كلمة شيعة؟ ترى ميزانها كبير، ميزانها عظيم. التفت للإمام الحسن قال: إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا. إذا أنت فعلا تجعل كلمتنا فوق كل كلمة، إذا جاء الأمر من علي، جاء الأمر من الحسن، من الحسين، من أهل البيت، لأنهم أحد الثقلين، ولأن المعصوم لا ينطق عن الهوى، ما بإشكال. لو تقول علينا بعض الأقاويل ما بإشكال، هذا كله شوف يقول هكذا. لكن المهم، إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت. لما تقول أنا شيعي، لما تقول أنا جعفري، لما تقول أنا حسني، لما تقول أنا حسيني، فعلا لولا لو على هناك أمور أخرى والساتر، الله الله يستر علينا بستر، الله يستر علينا. كنت في مطيع فقد صدق، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك. ترى دعوة كبيرة هذه وذنب عظيم. فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة، مرتبة شريفة لست من أهلها. كلمتين خطيرتين، مرتبة شريفة ولست من أهلها. وكم نحتاج نحن أن نعرض الأمر على أنفسنا ونستخدم الشفافية، نطلب الشفافية من غيرنا. لا، خلينا نكون شفافين مع أنفسنا. كل واحد من عندنا لما يروح ويقعد ويقول الحسن هكذا قال لبعض أصحابه، هكذا قال لرجل يدعي أنه من الشيعة، لرجل يدعي أنه من أتباعه، لرجل يدعي أنه من محب علي وبنيه، رجل يدعي أنه من أهل الولاية لهم، قال له هكذا، ألا يمكن أن يقول لي صاحب العصر والزمان هذه الكلمة؟ ألا يمكن أن يعرض علي مثل هذا الكلام وأساءل بهذا الكلام ويطلب مني الإجابة؟ وأن والإنسان على نفسه بصيرة. إذن يقول هكذا: وإن كنت بخلاف ذلك لن تتبع لأوامرنا ولا منتهي بزواجرنا التي هي أمر الله وزواجر الله. ما جاءوا بشيء آخر، ما جاءوا بشيء آخر. فلا تزد، خلك كافي، اصلح نفسك، ارجع، حاول. ها، فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها. والإمام يقول: وقليل منكم من يكون متبعا لجعفر. قليل قليل. هذه أرجع إلى كلمة أخيرة، وأسمحوا لهم يكون المجلس قصير لتأخري واستعتذر لأنها مجلس آخر. على كل حال كلمة أخيرة، وهذه لأولادنا، أولادنا يجب أن يفهموا، سيما طلاب العلم منكم التلاميذ. ترى مرحلة التحصيل مهمة، مرحلة متابعة العلم مهمة، ليس من شيء في نظر أهل البيت أعلى قيمة من البناء العلمي. لا يكون شيء على حساب شيء، لا نريد لأحد أن يسبقكم فيؤخرونكم بأنفسكم. إذا أخروكم وأنتم أصحاب القيمة العالية والدرجات العالية ستكون حجة لكم عليهم، ولكن العكس عكس. لا نعطي مبررا،
علينا أن نتمسك بمرحلتنا التي نعيشها. يقول لمحمد لأخيه محمد وقد أحاط به أهل بيته مثل هالليلة هذه، والحسن يتقلب يمينا وشمالا، تغير لونه للسم الذي خالط بدنه، لأن معاوية ما صار له هدوء ولا استقرار، حتى لما بلغه موت الحسن كبر، يقول له أتكبر شماتة؟ قال لا، ولكن هم أزاحه الله عن قلبي. كان الحسن يمثل حجر عثرة، الحسن ما تخلى عن دوره، الحسن لم يتخلى عن واجبه، الحسن لم يتخلى عن وظيفته ومسؤوليته التي حاصر بها معاوية، فإما أن يتعرى وإما أن تكف يده عن المسلمين والمؤمنين، وهو بين نارين لا يستطيع. يريد يحول المشروع مشروع خلافة، يريد يحول المشروع مشروع ملك، يريد أن يجعل ليده ليتصرف كيفما شاء بغير عقال. والحسن عليه السلام قيد أكبر قيد، أن لا توصي لأحد من بعدك، فإن كنت أنا فالأمر للحسن وإلا فهو للحسين. وهذا ما يتفق مع المشروع، هذا ما يتفق مع مشروع بني أمية، مع مشروع بني أمية لا يلتقي مع مشروع الله، وجعلناهما أمة يهدون بأمرنا. هذا لا، ما يريد هذا الأمر. كان الحسن يمثل عائق، لكن الحسن يريد أيضا أن يبقي بناء مهما. يقول لأخيه محمد كونوا أوعية العلم، كونوا أوعية العلم، كونوا أوعية العلم ومصابيح الدجى، الذين تنيرون الدنيا بعلمكم بمعارفكم بتخصصاتكم بمراتبكم العلمية. الدنيا تدار بالعلم والمعرفة، لا تدار بالجهل والفقر، لا، تدار بالعلم والمعرفة. فقر المعارف تؤدي إلى تخبط الدنيا، تبنى هكذا. كونوا أوعية للعلم ومصابيح الدجى، علم الله إلى الركيزة منزلتكم، وإنتم منزلتكم مرتبطين بعلي وبني علي، بعلي وأولاد علي. علم الله أنكم خير خلقه فاصطفى منكم محمدا صلى الله عليه وآله، واختار محمد صلى الله عليه وآله عليا، واختارني علي للإمامة، واخترت أنا الحسين. فاسمعوا له وأطيعوا، اسمعوا لمن يهديكم، اسمعوا لمن يدلكم على الطريق الصحيح المستقيم، فإنكم ستسألون. وأحسب في هذه اللحظات كان أبو محمد يغشى عليه مرة ويفيق أخرى، وإذا أغشي عليه ارتفعت الصيحة من أهل بيته، ندبه أولاده وأهله ونادوا وحسناه وإمامه، والحسين إلى جانبه، وإلى جانب الحسن شيء آخر، طشت ينخع فيه كبده قطعة بعد قطعة، وكلما تنخع أخرج دما من جوفه، فينادي الحسين وأخاه، ما قلت لك يا وارث علوم النبوة اقطع ولا تواصل عظيم المروة، وياك تاكل زاد جعدة هالعدوة، خفنا ومنها ما أسلمنا يا ولينا. قال له شربت السام قبل الساعة أمرار، ولا شفت منها الحرارة عشر معشار، الماي لا من لي شربته ينقلب نار، يقطع الكبد مثل أمواس السنين. وويلاه ومصيبته، صح مع الحسين وأخاه وحسناه، يا حسين وويلاه من شيء أقاسي أعظم على كبدي من جراح المواسي.
إلزم فادي يا عضيدي وتاج راسي، ترى عضيدك فرق وبينك وبينه. الله جاءت اللحظات الحاسمة الأخيرة، والحسن في النزاع، والحسين ينظر إليه فينادي وأخاه، قام الشهيد دمعة بخد جرية وعاين عضيد يطوح الولى خفية، قال لي يا اخويا يا ابو محمد اقطعت بي، فتح عيونه وسال دمعه على الخد، قال لي يا ابو السجاد لا تبكي ولا تنو، انا علم عزة عالج نزعة الرو، وانت تظل بكربلاء عريان مطرق، مرضوض راس صدرك يا الاخو ومقطوع اليد، اوصيك يا ابن امي عقب عيني بهالعيا ليكون تتشتت عقب عيني هالاطفى، يحفظكم الله من صروف الدهر لوما، واصبر عقب عيني على جور الملاعي، أدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب، أشرب ماء الموز أم غير مائه، ويدخل في الأحشاء منك لهيب، غريب وأطراف البيوت تحوطه وكل الذي تحت التراب. يا الله تقبل عزاءنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. أخواني مدوا أيديكم بالعطاء، جمع إلى بناء ماتم البرهامة، وجزاكم الله خير الجزاء، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. واسمحوا لي أنا ترى أختم المجلس، لأن عندي أيضا مجلس ضيق جدا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم داوي مصابينا وجرحانا، اللهم ارجع، اللهم امن الخائفين والمضطربين والحيارى منا، اللهم ارجع المفقودين والمنفيين والمغربين الى اوطانهم سالمين معززين مكرمين. اللهم فك كل اسير واسيرة وكل سجين وسجينة. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، علماءنا الربانيين الماضين الأخيار، جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف أجرهم، وفقنا وإياهم لمرضيك، جنبنا معاصيك، لأمواتهم وأموات المستمعين والحاضرين، من مضى على ولاية أمير المؤمنين، نخص الشهداء الصديقين العلماء الربانيين خدمة الحسين، أموات الباذلين للجميع، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.